أهلا وأهلا بكم معانا في شهر مايو، بنحتفل بعيد جميل، عيد عزيز علينا كلنا، هو عيد الإعلاميين اللي بيجي في 31 مايو. طبعا طول الشهر وإحنا بنحتفل بهذا العيد الجميل، وعايزين نقول إن في كل عام في 31 مايو كل الإعلاميين بيحتفلوا بيه، وده اليوم اللي انطلق فيه الأسير المصري في عام 1934، وبدأ الاحتفال الأول بالعيد الرسمي للإعلاميين عام 1984، وجاءت الإذاعة المصرية كدعامة رئيسية من دعائم الإعلام المصري في الداخل والخارج، ولتصبح صوت مصر المسموع عبر الأثير. فقد بدأ إرسال الإذاعة المصرية مساء الخميس 31 مايو سنة 1934، واستمر لمدة 6 ساعات. فقد كان دور محطة الحكومة المصرية للإذاعة اللاسلكية هو إذاعة الأخبار ونشرات وتقديم البرامج التعليمية وإذاعة القرآن الكريم والأحاديث الدينية والبرامج العلمية والثقافية. وفي عام 1959 صدر قرار بإنشاء مؤسسة عامة تحمل اسم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، وكانت تابعة لرئاسة الجمهورية. وفي 1970 تأسس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو يتبع وزارة الإعلام. وقد لعبت الإذاعة المصرية على مدار تاريخها الطويل دورا كبيرا في التعليم والتثقيف في حياة المصريين وتواصلهم مع الأمة العربية. بهذه المناسبة بقول لكل زملائي في الإذاعة كل سنة وانتم طيبين، وكل زملائنا الإعلاميين في كل وسائل الإعلام كل سنة وانتم طيبين. والنهارده اللي بسام الشماع المرشد السياحي، صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح النور وصباح الفل وصباح غرفة 44، هذه الغرفة التليدة في المتحف المصري اللي دائما ما بتفاجئنا بمفاجآت جميلة ومتفائلة. الأستاذ إبراهيم عبد الجواد كان معانا من أول الحلقة الحقيقة، وهو كلمنا عن الإعلام البدائي اللي كان موجود، أو الوسائل الفطرية البسيطة اللي كانت موجودة في عصور مصر القديمة، يعني كانت الطبول والمزامير هي اللي بتسمع الناس الأخبار. يا ترى تضيفين إيه في هذا الموضوع؟ الحقيقة يعني هو طبعا موضوع جميل، واحنا بنعمله في وسط التوثيق الإعلامي الأول في العالم، هو المتحف المصري. يعني المتحف المصري ده هو التوثيق الإعلامي الأول لكل هذا. عارفة أنا عايز أخدكم يعني بعد شوية كده هو نروح على لوحة الملك نعر مر، أو خطأ احنا بنسميه نرقر. احنا برضه عايزين ايه نصلح إعلاميا بقى، لما احنا بنتكلم الإعلام هو واضح ان ممكن يكون الاسم تغير لسهولة نرمر عن نعر مر، ولكن نعر مر هو الاسم الموصف في هذه الأداة. الصلاية دي الملك بيحط فيها بعض الرسائل وبعض المسجز كده اللي هو بيوصلها، وممكن يكون بيوصلها للأرباب الأسطوريين، علشان كده ممكن تدفن في المقبرة أو ممكن يبقى عن طريق المعبد، ويبقى هو دوت البوك الإعلامي لهذا الحاكم. وهو بيورينا في الصلاية قد إيه هو قوي، قد إيه هو ذو عضلات مستولة، قد إيه هو شاب وفتي، وقد إيه هذا المنظر للملك الذي لا يكبر في السن، الذي يعني هو دائما وابدا المعبد. يعني مش هتشوفي في مصر القديمه على مدار الاف السنين، سواء مصري سواء يوناني روماني في وسط الغزو اليوناني الروماني والمقدوني سواء بطلمي سواء كده، قليل جدا ما هتلاقي الحاكم في مصر القديمه في هذه الاماكن اللي بتعلن عن الملك زي المعبد كبير في السن. على طول كل تماثيله وكل المنحوتات اللي بتمثل شكله شباب، طول عمره شباب. ليه بقى؟ وتماثيله شباب. يعني رعمتيس الثاني رعمتيس الثاني حب يوصل المعلومه لواحد للارباب الاسطوريه، اثنين لاي حد يشوف المنظر، ان هو دائما الفتي. وما احنا عارفين ان رعمتيس توفي تقريبا وهو عنده 90 عاما، ففي مناظر معينه الواحد بيشوفها في تماثيل رعمتيس الثاني وهو شاب وهو مفقود العضلات جدا. مش معقول يعني، مع احترامنا طبعا للثاني، مش معقول ده هيبقى 90 مثلا، يعني ده مش عمزايا مهما كان. يعني في بعض المحاولات، يعني لو رحت منف مثلا في ميت رهينة ممكن تلاقي تمثال واحد لو دقاتي قوي لرعمسيس هتلاقي فيه 2 رينكلز كده هوت، او تجعيدتين كده، بس صعب قوي ان انت تشوفيهم الا لو انت يعني مركزه قوي زي حالاتي يعني. طيب فاذا هذا هو ال بتاعت الرسائل بان هو قوي. ايضا نعر مر، ايضا نعر مر بين نفسه ان هو ثور، يعني حط نفسه على شكل ثور، وهو يمثل القوة مثلا كده، القوة والقوة الهادرة، لان هو مشكل نفسه في المنظر اللي عايز يوصل بيه المعلومة. هنا برضو يعني نوع من الميديا لو تحبي. وهو يحطم بقرنيه القويتين جدا سوء
سور لقلاع او سور لمدن. يبقى اذا الملك الحاكم هو القوي الذي يحطم قلاع العدو والذي يدهس، لان في منظر ثاني وهو بيدهس الاعداء وهم بيجروا بيهربوا منه وهو بيدهسهم بقوته. فكل هذه الاشياء تبين دائما وابدا ان الملك بيبعث برسائل، انا شايف انها رسائل اعلاميه من الدرجه الاولى. واهم بقى واحده ويمكن تيجي للساده المستمعين كطرفه ايضا، الملكه كليوباترا. الملكه كليوباترا السابعه ليست مصريه كما نعلم، باباها هو فطولمس ال 12 فطولمس الدمار، فبالتالي امها غير معروفه، فبالتالي احنا ما نقدرش نقول عليها ملكه مصريه، هي مقدونيه تمام او اغريقيه. هي حطت نفسها في مناظر المعابد وهي شديده الجمال ورائعه الجمال، بل ان اكبر منظر لها وهي في معبد ربه الجمال اللي هو قندره اللي هو حوت حر اللي احنا خطا بنسميها حط حور. تبص لها تنبهري من جمالها. تشوفي بقى شكلها على العمله بتاعتها اللي موجوده في المتحف البريطاني الان، شكلها صحيح الشكل جدا، وده كان الشكل الاصلي بتاعها. في فتره السابعه لم تكن جميله، ولكن الميديا بتاعت المعبد صورتها بهذا الجمال. نعم. ثم ميديا هوليود بعد كده اعلام كبير ده بالظبط كده. ولكن حقيقه كليوباترا السابعه انها كانت يعني غير جميله البتة، بل ممكن نطلق عليها امراه يعني قبيحه الشكل. طب تيجي تقولي لي كليوباترا هتنبسط منك لو انت قلت كده يا بسام؟ هقول لك اه. هتقولي لي هو في ست تنبسط ان يتقال عليها شكلها وحش؟ اقول لك ايوه. هتقولي لي ليه؟ هقول لك لان اتهمها الغرب انها استخدمت جمالها في انها تصل الى عرش مصر، ولكنها كانت ذكيه، كانت متكلمه، تتكلم مقومات اخرى. فانت لغيت، كانت كيميائيه، كانت فارسه، كانت بتعرف تركب خاصره، كانت خفيفه الظل، كان دمها خفيف جدا، كانت تحب تلعب الالعاب، كانت تحب تلعب طاوله مثلا. فشوفي دي حاجات معينه انت حبتيها منها وحطيتي بس انها كانت اليزابيث تايلور، عشان كده الملوك دول حبوها والاباطره دول حبوها. كان ليها مقومات اخرى، وطبعا الاعلام في الوقت ده هو السبب في هذه المشكله. استاذ ابراهيم عبد الجواد منورنا النهارده في الفتره. يا ترى لما نتكلم عن الصحافه بقى في عصور مصر القديمه، كان في حاجه مكتوبه الناس بترجع ليها؟ كانت بيدونوا ازاي انتصاراتهم وحروبهم؟ بالنسبه للانتصارات والحروب على الاعداء كانت بتسجل دايما على مصافح او صفحات او جدران الخارجيه للمعبد، وكان دايما الملك يصور كشاب فتى، زي ما قال زميلي الاستاذ بسام، شاب فتي مفتول العضلات، يمسك بيده اليسرى بناصيه اثير راكع على قدميه او على ركبتيه، بينما الملك يقف ويرفع يده اليمنى وهو يهوي على راسه بمقمعه. هذا الموضوع كان منتشر جدا في مصر القديمه، واكبر مثال على كده صفحه او الجدار الخارجي لبيلون مدخل معبد الكرنك، حيث مثل الملك رمسيس الثاني نفسه وهو ينتصر على خيتا. وفوق كده كمان كتب قصيده من الشعر اسفل الكورنيش المصري، بنسميها قصيده دنتاء ور، الذي مجد فيه انتصار الملك رمسيس الثاني على اعدائه في الخيتيين في قادش. اذا صفحات المعابد كانت واحده من هذه الايه؟ من هذه الوسائل. استخدم المصري القديم ايضا الجاعرين، حيث كان يثبت على الجاعرين اخبار معينه. اذا كان مثلا هذا الانتصار حدث في شرقيه، فاهل الحدود الشرقيه عرفوا بيه، واهل مصر الوسطى عرفوا بيه عن طريق المعبد. اما اهل مصر الغربيه ومصر الجنوبيه فكان يرسل اليهم الخبر مكتوب على جعران، وكان هذا الجعران يلف في الطين او يلف في الجبس ويرسل الى كبير القلاع في الجنوب وفي الغرب. اذا الجعران كان وسيله. ايضا الاستراكه اللي هي شقف الحجاره كانت وسيله بيرسل عليه المنظر بتاع الانتصار وايضا خبر الانتصار. كذلك استخدم المصري القديم بعض البرديات للسخريه وللكاريكاتير ويسخر من الحكام، حيث كان يمثلهم دايما بان هم القطط السمان التي يرعاها الشعب وهي الفئران الضعيفه. عجيب جدا. استاذ بسام، هل كان في صحيفه بمعنى صحيفه في الوقت ده؟ لا، هو ما كانش في لا صحيفه مكتوبه توزع على الناس او تباع وتشترى،
وبمناسبه كده هطلع لمده 15 ثانيه اغرد خارج السرب قليلا الجرائد واهم الجرائد الورقيه واهميتها وتعليم الناس يقراوا الخبر المكتوب على الورق. للاسف الشديد انا شفت ده بيحصل في شوارع يعني الصهاينه المحتلين السنه اللي فاتت، فوجئت بان الجرائد توزع مجانا في كيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ديسمبر اللي فات كنت في المسجد الاقصى الحمد لله، فوجئت بان هم كنت راكب تاكس، لقيت التاكس راح واقف وراح بيتكلم مش عارف هو تاكسي يعني رجل فلسطيني عظيم فبيكلمها بكده، فراح مدياله كم جرايد مجانا لا تتخيليها من الثقل بتاع الجرايد وبتاع المعلومات والصور وطباعه على اعلى مستوى. قلت له ايه ده؟ قال لي هنا بيدونا الجرايد دي مجانا وهي دي بتشتغل في الحكومه، لو طلعت الجرايد كلها وبعتها بتاخد جايزه على انها عملت كده تطوعا. فانا بس دي حته كده خارج الموضوع في حته ان الجرايد المكتوبه بتموت، يعني فكره ان انت ما فيش شباب دلوقتي بقى بيقرا جرايد مكتوبه وكله بيقرا على النت، وما ادراكي ما معلومات النت يعني. معلومات مغلطه الى حد كبير. يعني امبارح مثلا نزل خبر ان احتمال قصر يعني الاسد بتاع قصر انه اتسرق. ان في صوره نزلت على النت امبارح. الشباب بيبلغوا بعض على طول والخبر بينتشر وبيطلع لانه واحد صور اسد كبير على عربيه نص نقل ماشيه في صلاح سالم. هل الصوره مركبه؟ هل الصوره صحيحه؟ هل ده اسد يشبه اسد يعني كده؟ فاهم ازاي؟ فنرجع مرجوعه. فلا ما كانش فيه كمان اذاعه او تلفزيون، طبعا تلفزيون لا، لكن اذاعه وفكره الميديا بان انا اوصل الخبر منتح. ولكن تجدي في بعض الاخبار المكتوبه فيها نوع من انواع توصيل المعلومه وتوثيق المعلومه، بمعنى وزير تم تعيينه فانت على طول بتطلعي في الاذاعه في كده تم تعيين الوزير الفلاني الفلاني او تم اقاله الوزير الفلاني الفلاني. خبر عاجل ونقول خبر عاجل، برافو عليك. خلينا نمسك خبر احسن، خلينا نمسك خبر عاجل دي. فتجدي ملك رهيب جدا عندنا في مصر القديمه اسمه تشحطمس الثالث، خطا من سميته تشحطمس الثالث، وبيبعت جواب تعيين للوزير، فاصبح هذا هو من اوائل الجواب او خطابات التعيين، وبيقول له في بيعرض له فيه بقى هي بقى دي ازاي تعرف تتعامل مع مهنتك الجديده. حاجات كتيره بيقول له ما تاخدش رشوه مش عارف ايه وما تبقاش فاسد وبتاع، لكن احلى كلمه يعني قريتها من الملك للوزير راح مراح بيقول له ما تنصحش قوي ان انت جاي وزير. بصي بقى الجمله، لان هذه الوظيفه امر من العلقم. المسؤوليه عجبتني قوي دي يعني الرئيس كده طلع والوزراء بقى الجداد بتوعه بقى الحكومه اللي شكلها ويقول لهم الجمله دي بقى، ان انتوا خدوا بالكم ما تفرحوش قوي بالعربيات الكبيره الفارهه والمواكب والكلام ده، ده انت داخل على حته وظيفه امر من العلقم فخد بالك. يرد عليه رخم راح، يبقى اذا هنا بقى في عمليه بقى ايه ده خبر عاجل، فرد الراي والراي الاخر بقى عارفه اللي هو الشات شو بقى شغال دلوقتي. بيقول له ايه بقى رخم راح ده الكلام ده منصوص مكتوب يعني. فبيرد عليه من ضمن بيرد يقول له لن اشوه وظيفتي بتقبل الرشوه. الله الله، ده اعلام جميل الحقيقه جدا، وكيف اول هم وثقوا كل هذا الكلام وكل هذه الاحداث علشان احنا النهارده نقراه ونستفيد منه، لانه هو احنا لازم نستفيد من تاريخنا العريق الكبير. والله حضرتك على حاجه جميله بقى، المراه المراه في الاعلام. ده موضوع هايل. الاعلام بصي في عندنا كان لما بحب اوصل خبر للارباب، هي نمره واحد الارباب الاسطوريه، انا عايز اوصل خبر لامون والرع والانوبس والاليسات وسير والناس دي كلها. الكهنه اللي قاعدين في المعبد دي اعداد كبيره من العمال والكهنه، يعني مثلا معبد الكرنك كان 7000 تقريبا. في نص سايبه يا احمس اللي احنا خاطب بنسميه احمس اللي هو القمر مولود، بيتكلم فيه كنشره نشره اخباريه على مامته على والدته على والدته. نجد دائما وابدا الناس الكبار ما اعرفش بحاجه ليه عندنا في مجتمعنا دلوقتي، ان الناس بتتكسف المسؤولين او الناس ساعات بيخجلوا ان هم يتكلموا على المواطن. العكس ده راح اقعد افخم في امي دي من هنا لغايه لما اموت. كان عادي جدا في عصور مصر القديمه كان جوزها الفخر. بيقول لها ايه؟ كاتب نص لحد دلوقتي موجود. ده يا احمد بيتكلم على مامته اللي هي حتب اللي هي الملكه اللي ساعدت مصر ان هي تعدي فتره الحكاك خاصوت او الهكسوس، بيقول لهم اثنوا على سيده البلاد
امدحوا سيدة البلاد، هي التي جمعت الفارين، بنتكلم على الاكسوس بقى والاحتلال، ها هي التي جمعت الفارين، هي التي وضعت كل المعارضين تحت رايه واحده. ده في خبر هنا بقى بيقول لنا ان في ملكه سيده كانت دبلوماسيه لدرجه انها جابت كل اطياف المعارضه واحزاب المعارضه وقالت لهم يا جماعه كلكم تصالحوا مع بعضيكم علشان مصر تنجو من هذا الاحتلال، وبالفعل ودايما بيقولوا ان الست بتلم وتعرف تجمع الناس، يعني سهل عليها. استاذ ابراهيم عبد الجواد، يعني كلمه كده تقولها لنا عن الاعلام المصري القديم في نهايه حلقتنا. في نهايه الحلقه طبعا احب اهني اخواتي في الاعلام جميعا بعدهم، واتمنى لهم عام سعيد، لهم والمصر اولا، وبعدين كل العلوم كانت موجوده في مصر القديمه زي ما تقدم اخويا وصديقي وحبيبي الاستاذ بسام شماع وقال ان الملك احمس الاول محرر مصر من الجاسوس بعد ما قعدت 100 سنه تحت حكمهم، قال مجدوا امي يا حتب لانها كانت ام ملك وكانت ايضا زوجة ملك وستصبح فيما بعد جدة ملك. هذا التمجيد الذي قاله هذا الملك لهذه الشخصيه هو تمجيد لمصر، حيث ان مصر دائما تقهر المعتدين وايضا تظهر بثوب المنتصر. كلمة اخيرة عايز اقول الى مبنى مسفيرو التليد، انا عايز اسميه مبنى مسفيرو التليد، وبعد التجديدات الجميلة عايزين 2015 يديكوا العمر بقى السنة القادمة دي يبقى فيه بقى نوع منفتح كبير جدا، المزيد من الحلقات، وياريت الراديو بالذات يتعمل قناة مع مصريات وتبقى قناة من لغات مختلفة تتكلم عن تاريخ مصر. في نهاية لقائنا بشكر الأستاذ بسام الشماع المرشد السياحي والأستاذ إبراهيم عبد الجواد المدير العام بالمتحف المصري على جولتكم معايا في خلال عيد الإعلاميين، ألف شكر. وهكذا أصدقائنا كنا معا في هذه الحلقة، حيث تعد مسيرة الإعلام المصري مسيرة طويلة وممتدة عبر أكثر من 200 عام، حيث كانت مصر أول دولة في محيطها تعرف الإعلام في صوره ووسائله الحديثة، وأيضا تحدثنا عن الإعلام في مصر القديمة من 7000 سنة كان عامل إزاي. وأخيرا بقول لكل زملائي في الإذاعة كل سنة وانتم طيبين، فالإذاعة المصرية دعامة رئيسية من دعائم الإعلام المصري في الداخل والخارج، وهي صوت مصر المسموع عبر الأثير في كل العالم. أشكركم أصدقائنا وإلى اللقاء الأسبوع القادم مكان آخر في الزحام، ولكم دائما تحياتي سحر وصفي، وكل الشكر لزملائي بستوديو 6 فاطمة عبد العزيز رضا الكرداوي وكل الزملاء. أشكركم وإلى اللقاء في الأحد القادم.